وإذا مدرسة العال الثانوية للبنات سئلت بأي ذنب من الآفاف أفرغت. الآن من أمام مدرسة ومبنى مدرسة العال الثانوية للبنات والتي ستصبح فيما بعد للمراحل الأساسية الأولى في الصفوف الخمسة الأولى. هذه المدرسة التي أنشئت على حقول قمحين بعدما تنازعت القرى البعيدة والمدارس والصباحات الباكرة فلذات أكبادهم الصغار، كما يقال يا فرحة ما تمت. وفي هذا اليوم عندما جاء أهل القرية ليفرحون بهذا المنجز لافتتاح مدرستهم مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم ناعور، وجدوا أن هذه المدرسة قد ضاعت ما بين الحانة والمانة، وجدوا أن أثاثها قد أفرغ. وعندما ذهبوا إلى وزارة الأشغال قالوا أن رصيد هذه المدرسة وهذا المشروع قد تم أو نفذ، وعندما ذهبوا إلى وزارة التربية والتعليم قالوا الأمر منوط بوزارة الأشغال العامة والأسكان. ماذا نريد مبنى لا يجاوز فيه ولا يجاوب فيه إلا الخطى، خطى الزائرين والصدى والصوت. الآن من أمام هذه المدرسة الشاهقة وهذا الصرح الذي احتل جزءا ليس باليسير من حقول قمحهم وأراضيهم الممتدة الواسعة.